صباح الخير يا ولاد، النهارده هنتكلم على كيفية استغلال وقت الفراغ. طبعا كلنا عندنا فراغ طول النهار قاعدين في البيت، فمش هيبقى كله على البلاي ستيشن ونايمين. في كده كام بوينتس هكتبها لكم هنتكلم فيها. أول حاجة ممارسة الهواية، أي هواية دي بتديني بوزيتيف انرجي. زي مثلا اللي حابب يرسم ممكن يرسم، حد حابب يغني يكتب شعر، كل دي هوايات. أوكي، تاني نقطة هنتكلم عليها قراءة الكتب. طبعا أنا عارفة إن كلنا القراية يعني مش بنحبها 100%، بس ممكن نخلي في اليوم كده ربع ساعة نقدر نقرا أي حاجة إحنا عايزينها. تالت حاجة بالنسبة لتعليم فن الطبخ، طبعا دلوقتي ممكن كلنا نخش على الإنترنت سواء صبيان أو بنات، مش شرط طبخ طبخ بمعنى الطبيخ، زي حتى نعمل لنفسنا العشاء الفطار، نخش على النت نشوف أي وصفة. ده بيدينا برضو يعني تجديد، بدل ما احنا زهقانين وحضرين يا مامي العشاء أو الفطار، فإيه بنساعدها وفي نفس الوقت نتعلم حاجة جديدة. رابع حاجة التواصل الاجتماعي، طبعا كلنا بنقعد على الفيسبوك وعلى الانستجرام وبيبقى في تواصل اجتماعي بيننا وبين العيلة وبين الأصدقاء، فدي فرصة واحنا قاعدين في البيت نكلم عمته ونكلم خالته، أي حد ما بنكلموش فرصة في الوقت ده وفي وقت فراغ نتكلم معاه. سادس نقطة يا ولاد، ممارسة اليوجا. اليوجا دي رياضة حلوة جدا وبتدينا كده فريش، نعمل فريش لمخنا لمدة 10 دقايق في اليوم، مش أكتر من كده. مش هقول لك أقعد نص ساعة أو ربع ساعة، نبدأها مثلا ب5 دقايق بعد كده نكمل 10 دقايق. سادس نقطة يا ولاد، ممارسة الرياضة. طبعا دلوقتي مفيش نوادي ومفيش خروج، فممكن رياضة نقل الحمل من 50 ل 100 نقطة، مش هنقدر 10 5، المهم ان احنا نتحرك، ما نبقاش قاعدين طول النهار كده ايه في البيت. سابع حاجه يا اولاد، مساعده الاخرين، سواء بقى هنساعد الاسره، ماما بابا اخواتي، نساعدهم في اي حاجه. دلوقتي عندنا موضوع المشروع البحثي، اي حد طبعا ليه اخوات اصغر منه بنساعدهم في موضوع البحث، يا اما باصدقاء. زي مثلا مش لازم طبعا نروح لاصدقائنا، احنا دلوقتي قاعدين والمفروض في حجر صحي ومحدش يزور حد، ممكن على النت بالتليفون تساعديهم ازاي نعمل البحث، ازاي نعمل سيرش. اوكي، تاني حاجه الكتابه، ممكن نكتب قصه، خواطر، شعر، ايه اللي حصل على مدار اليوم، النهارده انا قمت عملت كذا، هعمل كذا، اي طاقه طلعيها في الكتابه. يعني اللي حابب يكتب قصه يدخل على النت يشوف كيفيه كتابه القصه ازاي، او الخواطر او الشعر او اي حاجه انتوا عايزينها. تالت حاجة جماعة الصور، جمع الصور. طبعا كلنا بنحب نتصور ونجمع صور، زي مثلا أنا مهتمية بموضوع الفراعنة، أدخل على النت أعمل سيرش أجمع صور الموميا، الملكات، الملوك، كل ده ممكن نعمله في ألبوم يبقى صور. عاشر حاجة ترتيب المكان، طبعا دي أهم حاجة كنا المفروض حطيناها احنا أول حاجة، المكان اللي بنقعد فيه أو طبعا يبقى متوضب. مش معنى ان احنا قاعدين في البيت يبقى ما نعملش اي حاجه ونسيب الاوضه مكركبه والدنيا كده. نقوم من النوم نرتب الاوضه بتاعتنا الاول، نفطر، ننظف المكان اللي احنا ايه قاعدين فيه. اخر حاجه يا ولاد، الاهتمام بالاصدقاء، بس طبعا مش هينفع نخرج، ممكن نفتح كلنا الموبايل نقعد نكلم بعض انا واصحابي زهقانين كاننا موجودين في الكلاس بالظبط او التلميذ. اوكي،